قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن عام 2021 سيشهد تصحيحا إداريا وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين بعيدا عن الحسابات السياسية، بعد أن منحنا فرصة للبعض أن يغيروا من أدائهم. وأكد المحافظ خلال اجتماعه الموسع مع مديري الوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات الخدمية أن المنصب والمسؤولية ليست بابا للتكسب على حساب المصلحة العامة، ولدينا ملاحظات على عدد من المدراء، لذلك سنباشر حملة تقويم الأداء وتغيير الوجوه، حيث سيكون العام الجديد متميزا بالأداء والارتقاء بواقع الخدمات.